والعمليه بدينا اليوم صباح 8:30، هي ان المقابله هذه 50,000 تذكره على 500 دينار. العمليه انطلقت صباح، راهي جايزه في ظروف حسنه، الناس راهي تجي تشري باسكو بون اون بريفيزيون قلنا بالك يجينا بزاف غاشي، هيانا 14 كيشي والناس راهي تجي تشري على ليز وتخرج على ليز نورمال عادي. ماذا بينا يكون جمهور كبير ويكون على الشباب باسكو سي لالجيري سي ليكيب ناسيونال، وماذا بينا يكونوا لو فامي كل شيء الظروف المتهيئه. وانا في تو نو ديسبوزيسيون باش يجوز عرس كما جاز في لا فينال تاع لا كان اللي شفتوها، ونطلبوا الجمهور يكون كما يقولوا بزاف، وحنا هنا في الخدمه ان شاء الله. الارضيه شوف الارضيه الارضيه راهي جاهزه سي جواب باسكو بون ما يخفاكمش مو دوت جزنا في فتره بون يا يعني لي كونديسيون كليماتيك ظروف المناخيه كانت سخونه بزاف، وثانيا يا لا شارج لا شارج تاع تاع لي رونكوت اللي جوزناهم ما يخفاكش باللي بدات لا كوب دافريك لو 9 الشامبيون بدا لو 16 لي كلوب اللي كانوا دوميسيلي لهنا لعنا ما لعبوا لهنا لعنا، مي الارضيه راهي كما يقولوا صالحه لاجراء المقابله. وحنا فرحانين وجد ومسرورين بالفريق الوطني، ورانا جايين ان شاء الله نشوفوا مباراه يوم الاثنين ان شاء الله، وان شاء الله نفوزوا ونحتفلوا بالفوز تاع كاس افريقيا ان شاء الله.